إتاحة الفرصة للمراسلين الأجانب لزيارة مركز الإصلاح والتأهيل بدر يهدف إلى نقل صورة واقعية عن إنجاز عصري في منظومة العقاب الحديثة يواكب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. يتمتع مركز الإصلاح والتأهيل بدر بمنظومة علاجية متكاملة متطورة تشمل لأول مرة مركزاً لصحة المرأة للكشف المبكر عن الأورام، إضافة إلى تجهيزات تقنية طبية حديثة للتعامل مع الحالات المرضية المختلفة بين النزلاء. حننقل الكلام ده لجمهورنا في الوطن العربي، ونتمنى أصلاً أن تجربة مصر دي تستنسخ في باقي الدول العربية. بصراحة تجربة رائدة، أكيد تشكر الحكومة المصرية على هذا الجمال وعلى هذا الإبداع وعلى الاهتمام بالنزلاء. شفنا خلال جولتنا هذه المستشفى وما تتميز به من خدمات طبية وما توفره من خدمات صحية. للاهتمام بكل حاجة تخص صحة المرأة، شفنا أجهزة متطورة جدا، كشف عن الأمراض المختلفة والأمراض المزمنة وعلاجها، فده حاجة مشرفة. لفت نظري أنه غرفة العمليات الكبرى اللي بنظام الكبسولة المغلقة اللي بتسمح بمرور الهواء عبر فلاتر لدخول هواء نقي. يبحث المراسلون هنا عن تفاصيل البرامج الإصلاحية والبيئة التي يوفرها المركز للنزلاء والرعاية المقدمة لهم. عدسات الكاميرا تلتقط تفاصيل المكان تمهيداً لإعداد تقارير إخبارية لوسائلهم الإعلامية ترصد واقع النزلاء وأحوالهم المعيشية والصحية وما يتمتعون به من رعاية داخل المنظومة الإصلاحية الجديدة. لا قدرت أشوف النهاردة، أعتقد أنه ستاندر عالمي في أماكن التأهيل في مصر بالنسبة للدول الأخرى يعني، أو ما نشاهده في الدول المتقدمة. يشاهد المراسلون مفردات السياسة العقابية الحديثة تطبق على أرض الواقع، ما بين الارتقاء بثقافة النزلاء لتقويم سلوكياتهم وإثقال المهارات الفنية والإبداعية لديهم حتى الوصول إلى شخص منتج سوي داخل ورش جهزت لهذا الغرض في إطار من الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ما رأيناه اليوم مع النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل هو محاولة تأهيلهم بالفعل ليخرجوا إلى سوق العمل في الخارج أو يخرجوا إلى المجتمع في الخارج بعد أن تم تأهيلهم، حتى أن الدولة حاولت توفر لهم وظائف أو حرف. اكتشفنا قد إيه في تطوير، في قد إيه تغيير بالنسبة للنزلاء، فكرة تعليم النزيل وتثقيفه وتأهيله مرة أخرى علشان يخرج للمجتمع بشكل أفضل، النهاردة شفناها في مركز تأهيل بدر. حوارات ونقاشات دارت مع النزلاء حول أوضاعهم المعيشية وأحوالهم داخل المركز، والتي كشفت عن نقلة نوعية حضارية في السياسة العقابية في مصر تتواكب مع انطلاقة الجمهورية الجديدة التي يصان فيها كرامة المواطن. رأيك إيه في مركز التأهيل والإصلاح الجديدة الموجودة اللي اتعملت النهارده؟ حاجة جديدة، إحنا ما كناش متخيلين إن الدولة هتساعدنا بالطريقة دي، وإن هم هيقفوا جنبنا كده، وإن هيدونا أمل في الأيام اللي جاية، وإن هي كانت خلاص مشكلة في حياتنا وعدت، وإن إحنا لازم نبقى للأحسن دايما. إحنا فعلا بنتعلم موسيقى وبنتعلم كل حاجة، يعني كل اللي عنده هواية في حاجة بيتعلمها، اللي بيرسم نمينا مواهب الرسم، اللي بيطرز الكروشات، كل اللي انتوا بتشوفوه ده حقيقي. Lot of different than any other prison. This hospital like 5-star grade hospital and all facility rehabilitation center and again the drug control system, everything world class. And the amazing thing, they have the research facility here to how to change the behavior of the drug addicted. So it's amazing. النزيل يتمتع هنا بحقوقه في الرعاية بكافة أنواعها والتأهيل والإصلاح، فمراكز الإصلاح والتأهيل بديل حضاري وإنساني للسجون العمومية التقليدية، صورة حقيقية ينقلها هؤلاء عبر وسائلهم الإعلامية لدول العالم ليشاهدوا الإنجاز على الواقع.